ذلك وقد قالت وزيرة الدولة للتعاون الدولي في الخارجية القطرية لولو الخاطر إن الاحتلال لم يترك جريمة من الجرائم التي تحرمها المواثيق والأعراف الدولية إلا ارتكبها في غزة. وخلال افتتاح الدورة 53 لحقوق الإنسان في العاصمة الدوحة، انتقدت الخاطر استمرار صمت المجتمع الدولي عن المجازر المرتكبة بحق الفلسطينيين. وبعد مرور 5 أشهر من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لا يزال المجتمع الدولي صامتاً عن المجازر المرتكبة من قبل سلطات الاحتلال بحق أشقائنا الفلسطينيين، حيث لم يترك جيش الاحتلال الإسرائيلي جريمة من الجرائم التي نص عليها نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ولا تلك التي نصت عليها اتفاقيات جنيف الأربع، ولا أي جريمة أخرى نص عليها ميثاق أو عرف عالمي قديم أو حديث إلا وارتكبها.